في منزل بعيد بضواحي الخرطوم تسكن سعاد النور، امرأة نازحة من دارفور فرقتها الحرب عن أسرتها. ظلت تتحدث عن مآسي عظيمة أحاطت بها في حياتها، مقتل أشقائها ونزوح أهلها وتشتت شملهم. تؤيد سعاد أن يمثل الرئيس المعزول عمر البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية. يد ما تردانا تردانا وهربانا، قتلوا لنا أبهاتنا وأخواتنا وزرانا وبحايم، دخلوا لنا وطردونا بالعربات. أما حسين عبد الجليل الذي لا يهتم كثيرا بالسياسة، يسكن بعيدا عن زوجته وأطفاله الملازمين لمعسكرة النزوح في دارفور، فرقتهم الحرب التي امتدت آثارها إلى اليوم. يتساءل الرجل لماذا لا يسلم البشير إلى المحكمة؟ هل ما فعله سهل؟ اللي سووه في دارفور ده أنت قايله سهل؟ أنت قايله مثلا أنت زول مسلم وتقول لا إله إلا الله، أنت سويته في دارفور، دارفور ما مسلمين ناس؟ هسه ناس دارفور كلهم مسلمين، سوى ولا غلط؟ وناس تابعين للإسلام، وناس تابعين للدين، وناس عالمين للدين. أنت قايله تسوي أمور زي ده، زول دين ذاته ما بيسوي زي ده، الكافر ذاته ما بيسوي أمور زي ده. لازم يسلم زول ده. ما في حل. كل من وقف مع المحكمة تهد جزمة دي. أكثر الأشياء التي كان يباهي بها البشير أن بلاده لن تتعاون يوما مع المحكمة الجنائية، لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه. فها هم أهل دارفور الذين نزحوا من قراهم راضين اليوم ببدء تحقيق العدالة في السودان أو خارجه. لينا يعقوب، الحدث، الخرطوم.